السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك. مجلس رايد الحلقة الثانية مع رجال البطاليق. عزيزي المشاهد اسف عن انقطاع، عطني 40 ثانية من وقتك. اليوم جبت لكم لعبة World of Warships او لعبة السفن، لعبة تاريخية قوية مرة، ممكن اصور فيها مقطع مستقبل ان شاء الله. اللعبة تقريبا فيها 3 انواع اسلحة، وفيها أكثر من 650 من السفن التاريخية موجودة باللعبة، واللي انتشرت في 13 دولة مختلفة. طبعاً في 5 فئات مختلفة من السفن: المدمرة والطرادات والغواصات وبرضو حاملات الطائرات. مع كل فئة لعب تماماً مختلف. طبعاً الجرافيكس لا أحكي لك، جرافيكس تبارك الرحمن، روعة روعة، شيء جبار. وفيها مابات والجو كذا، وانت لعب يعيشونك الجو، وانت لعب كذا يتغير الجو، يصير ليل يصير نهار يصير ممطر. مو بس كذا، تقدر تلعب مع أخوياك. خلصنا؟ لا لا لا، وتقدر تسوي كلان وتجيب اخوياك، خويك هذا يسوي كلان ويجيب اخوياه، وتحديات. جدول ممتع جدا، واللعبه فيها باتل باس، وكل شهر بتشوف اشياء جديده باللعبه، كل شوي يضيفون اشياء جديده، يعني باذن الله ما راح تطفش. ما ودي اطول عليكم اكثر، رابط اللعبه تحصلونه بالوصف. اللعبه مجانيه، تحملها مجانا بدون ما تدفع ولا ريال، العب حمل والعب انت واخوياك. الرابط بالوصف، واخليكم على المقطع. يا مرحبا والله ومسهلا، اهلا اهلا، نورتوني شرفتوني يا حبيبي. انت حبيبي، يلا حيهم. كيف الحال؟ طيب يا جماعه، انا وجهي شاحب شوي لاني تعبان. ما تشوف شر، ما يجيكم الشر، فلذلك الطاقه هذه كلها بتكون عند الشباب. ان شاء الله انكم ما تقصرون بالحلقه هذه، انا بسمع، ما راح اسولف الا قليل. وفر طاقتك بعد، انا واثق فيك. ايه طيب عيال، بما انكم انتم بتسافون اكثر مني وانا تعبان واكبركم عمر، ابيكم تعلموني كيف تعرفتوا على بعض. الله احس انه الله 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 فواز الله يعرفون بعض قبل. والله نبدا احنا بما اننا يا لا 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 اصبر اصبر، خله خله، هو مدام عند الماء. عصير عصير شاهي، يبغى شاهي، هذا شاهي في مصر ابو روب خمسة. عطني عطني تكفى، اصبركم اصبركم. سولف سولف، سكر بدون سكر، روح بدون سكر، حط سكر. ولا ولا يا خلينا نبدا السالفه. انا اسلم، انا يا طويل العمر شريت بي سي والعب جراند حياه واقعيه، واخر حلاوه وبثوث وجنون واخر كذا. حلو حلو حلو، لا الجنون اي تفضل تفضل. بس ما في رغوة حق مصير اللي تقول عنه. لا رغوة هاشني رايد ما تقدر. تمام. المهم كنت ألعب جراند وآخر حلاوة عوافي، تعرفت على شباب، تكيت معهم بالديسكورد، خوينا بعض نلعب، أخوي ديسكورد نلعب جراند وما أدري إيه. أنتوا فواز؟ لا لا لا، فواز دور ما عرفت. أيوة. فجأة مرة من البرد قاعد أبث، شفت فواز كذا بالعادة أدور أناظر أشوف الزعفير أعطيه موست، ولقى فواز مثله. يا جاي يا جاي، طول يغلط على الحكم، يغلط على المتابعين، يغلط على اي واحد. كنت العب فيفا، كان قليل حياه. كان قليل حياه، كان قليل حياه، ما كان عنده، ما عنده خطوط حمراء. ما في ما في ما في ما تكتب موجب 18. لا غدر، هو كان عمره 17 وقت. اسلم، اعطيت فواز هوست. آه حبي ليلي، اسمك ليلي. كان في لحظة، كان في البر، كان أبو عمير موجود. حتى شوف، حتى يناديك ليلي، حتى هو يناديك ليلي. يوه أبو عمير كان موجود مع فلوس. هاي أبو عمير قبل، هاي أبو عمير إيش كان قبل؟ ما كان عنده مشتركين واجد، ولا كان عنده متابعين، ما كان. كم كان أبو عمير؟ كان معروف بس بالتويتش. بس كان لاعب محترف. حتى ما حتى مو يوتيوبر ولا ستريمر، لاعب محترف. أسلم. لا لا بس أسلم. المهم. وبعد الهوست وذا ما عاد سولفنا بعدها مره، ما تبثيت مدري دفيت مدري دفيتك. تقابلنا وين؟ في انسومنيا. ايوه انسومنيا، هذا اول معرض الظاهر قد حضرته بحياتي. بعد يوم اللاعبين الابجريد وش كان؟ انسومنيا والمعرض. كنت انا مع ام سي وحقين الشباب وذا، واتمشى واصور فلوق والقى فواز، وكنت اصور فلوق تاع وصور فواز. اه ليلي انت سبرت بصوري عشان محتوى، لا دي فرصة بيحرمك. وش حط عند صورة؟ حط برا صالح على تحت. ايش يعني نزل لك؟ عرفت نفس السؤال ونزل، وهنا عرفت اللي خلاص هذا الاحتكاك الاول. بعدها الظاهر في الديسكورد، هنا انت مسك الموضوع. انا ما ادري كيف دخلنا الديسكورد، كان انا وانت ويزاك. لا كيف دخلنا ما ادري وقتها، ترى من لا قبل ايزاك وذا. طيب عادي عادي، شو تعرفت عليه؟ قبل قبل. لا لا لا، هي ترى قريب، ترى من بعيد لسه. والله ترى قريب، ترى اعرفهم، ترى عندهم سنتين. اي اي بالضبط والله.
انا 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 طبعا بديت تويتش بسم الله اول اسبوع اول اسبوعين اتعرضت على اللي على طول من بديت تويتش على طول تعرضت عليك تكتكينا في الديسكورد على ايام قبل من زمان ايوه فواز يعني قبل نسولف فواز يعني اكتشفت انه فك الميانة يعني ايه زحف علينا في العالم زحف علينا وازحف علينا وخشينا على بعض بس ممتاز عادل عادل كيف عرفنا عليه اي انا وشو كنت بث هي طبعا تويتش ديسكورد ما اعرف الاشياء دي انا ابد اول شيء شريت لابتوب ابث منه حلو اخلص بث ايش اسوي طفي اللابتوب وسكر على طول واروح امشي ما افتح لا ديسكورد ولا افتح ولا شيء ولا اعرف ولا شيء ابث امشي وتلعب ابث لهم فيفا بس ساعتين بالكثير وقفت انت كنت حق فيفا بعد يا ساتر يا عيال ترند اصلا ما كنت العب لعبه الا واحده فيفا بس يعني انت يوتيوبر فيفا بالضبط بس اول كنا كذا كيف فيفا حرفيا فكنت ابث فيفا كذا بتويتش واتوقع مره خش علي فواز وسولفنا وضحكنا وزحفنا ويا ايه كانوا يقتنصونك الظاهر انا كنت دخلت كنت وش ده خلني اشوف وش ده اشوف طبعا جلس الديسكورد مو عشان امدح فوزي خزي طبعا هو بس القوه واحد جامد يشوف يقولون يا اخي قلد للي ما ادري وش طبعا انا جامد دوت كيف البث واحاول اتصيد له كان في كليب الى يومكم يا عيال اتذكره كان مشغل كاميرا هنا ومشغل كاميرا ثانيه يبغى يشغل كاميرا ما ادري وش طلع في كاميرا اشتغلت كذا قالوا انا هنا في قاعد قد لازم زباله طبعا هم كان تكرر كان طبعا مشوا يتكون بالديسكورد يفتحون شير سكرين يبدون يفرون بتويتش يفرون ما ادري ايش المهم انه فجاه يعني كذا انا اعرف نوبلز اعرف انه كان في للي للي طبعا راح فالكم بعد بس انا عارف ان في للي جاء كلمني ايزاك بالخاص وما ادري ايش انه باك معنا بالفريق وذا قلت انا اوكي تم ما اعرف يعني خلاص تم ويرسل لي عقد طويل اوكي تم وقع وادخل الفريق هي سلام سلام بعدها بيوم يجيني فريق ثاني يكلمني بس لسه ما اعلن نوبلز اني وقعت يعني فريق اسمه اف 16 شمر اي شمامره هذا مسك شمامره صدق كذاب والله سلاح ميه انا دخلت معهم طيب ويجي يكلمني ويعطيني بي دي اف كامل عني وعن ارقامي وانا صدعت وش ذا وش ذا قلت يا اخي تدري لو انكم فكرتوا شوي كان ودعت معكم على طول وانا صادق كنت ودع معهم على طول في 16 ولكن عرفت ذا ولا عرفت فواز ولا عرفت اي احد والله واكمل بنوبلز ما ادري ايش حرفيا هي العيال اشوفهم يدخلون ديسكورد اشوفهم من برا اشوفهم ما ادخل كذاب والله شوف من برا كان يجي يكلمني ما ادري ايش يقول ليه من برا ما تدخليه يعني بالديسكورد اشوف الروم هم جالسين فيه اقول وقف كذاب ما اجلس معهم ما اجلس هي في حقيقه بس كمل حياه ولا مدنيهم كذا لا ما كثير مدنيهم ما شفتهم ما امون عليهم هي طعم الفرق وش اسمه الروم ترى مو واحد بابا مو واحد خلصت ما عليك شاي باشا امي الشاي هي شو اسم الروم حق الديسكورد احنا كذا ما دخلنا اسمه روم خاص جدا 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 وتبغاني اخش والله ما ادخل لا 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 خاص احنا نتبرر تجفلونا يا رجال اه وقتها كانوا الناس روم مرسمين احنا برطنا ما اقدر اسولف ما اقدر افتح كام واسولف معهم وطقطق ما ادري وش ولا قاعد ساكت وش سوينا؟ روم خاص جدا جدا جدا. يا لحد. اللي نبغاه معطيناهم رولات. بس. ومعطينا رول الوحش ولا بيخش. هاي والله العظيم إني تخيل رايد أقسم بالله إني أفتح الديسكورد وقاعد طالع الروم 10 دقايق ربع ساعة كذا حاط إصبع الكليك أدخل ولا ما أدخل أدخل ولا ما أدخل. أقسم بالله هاي والله العظيم. الله يا رب. فجأة كذا مرة كذا قلت إيش؟ طا وضغط. دخلت سكتوا كله. ابدا احاول اسلم اشوف اسولف غير تاكي تدري وش الرعب الابدي الرعب بالنسبه لي اذا فجاه كلهم حطوا دفن قعدت انا وللي يا ما الزبون ليه عارف ليش قل لي قل لهم السبب وشو ان اول كانوا يقولون ترك تشبه للي ترك قل للي فيجونا في التيك توك ايه الحين للي يشوف يقول يا الله شاب فيني هذا اللي كان يخليني اتوتر تخيل وشو يعني تخيل بعضهم يكتب لي بالتعليقات يا اخي والله للي البيبي تقلد للي ما ادري ايش فوش سوي احنا بروح اقابل للي ايش سوي معه ما اسولف معه ما اكلمه
والله خاف منه سايل هم. اذا قعدت انا وياه بالروم كذا صوت صوت صور كذا ما قاعد اتكلم ما حد يسولف ما حد يقول ولا شيء. وانت ليه بتسولف؟ ليه ساكت؟ ايش اسوي يا اخي؟ اخي اول كان انت وش نظرتك العادل يوم الناس يقولون يا سلام عليك؟ صح هذا ما قد سالنا سؤال. اي ما قد اسال انا. نظرتك العادل يوم الناس يقولون انت عادل قلدك عادل قلدك. تحس بالكبرياء. لا 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 ما جاني لا الشعور هذا ما جاني لا الشعور هذا ولا الشعور الثاني. شو مال اصلا اروح اقول انا مستزاح ذا مستقادح يا اخوان حبيب والله ما جاني ما قلت لي وش يبي ذا وش ما ادري وش كلام والله جامد. ليش؟ وقتها العيال مجتمعين انا تكي معهم انا كنت مع فالكو تكي معهم بالديسكورد نبي نجيب اعضاء جدد نبي نجيب ذا ما ادري وش فلان قاعد الحالة فلان لازم في مجموعه يصوروا مع بعض فكانوا يقتنصونه فانا كنت اشوفه انا ناظر ما ادري ايش بنروح نكلمه بنرسل له العقد بنرسل له ما ادري وشو اوكي لان انا وشو انا كوفاوندر مع نوبلز انا ايش يسمون الكوفاوندرز معناته شريك مؤسس شريك مؤسس وش زي كذا اي فكانوا يقولوا لي روح ما ادري وشو ناظر قدام قد قالوا على واحد نبي نوقع ما ادري وشو قلت حبيبي الرمه اقدر واحد قال يبغى يوقع معه فواز كان مصر اللي يوقعون معه. تعرف ليش؟ كنت ابغى يوقع. قلت يا اخي ما في احد لما فيفا ما في لعب حالي. وابغى واحد يا اخي يمشي معي الرتم. ودور القطيح على واحد قلت والله ذا شكله جامد. مع انه مو يعني شوي بس قلت يلا. قال يلا بس يلا. انا ترى في البدايه ما قلت له انا كنت ساكت انا ترى اللي يقولوا لي نبي نجيب صاروخ ونحطه ونفجر ام الفريق بقول موافق تمام. كنت اناظر كذا اناظر يتكلموا عن الموضوع. فواز يقول جيب فلان لا ما ادري وش ولا لا ثم فجاه مجتمعين جاء فواز بنسولف في الموضوع تصويت لا 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 هم اللي قالوا عادل بس والله قال عليك قدام اي صدق يعني كانت يعني رب ضاره اللعبه يعني بس ايه وقتها يا منظم عادل فواز كان تبكي معه ازاز طاب مع العيال ازاز في ايدها دخل عادل قعدوا كم شهر الدو ما ينادون بعض للدو هذا تسوي يقعد بالروم كذا ايه قاعد بنفس ما يسوي شيء يجي يا اخي الهم الهاله فالكون يا اخي فالكون تصور مقطع الله العظيم اقسم بالله قاعد ايوه صدق يا اخي لما نبغى نشوف مسلسلات دائما نشوف اليوم مسلسل طيب سوبرانو طيب اللي معرفني عليه عادل نبغى نشوف مسلسلات طعم جوكم الخاص شو راح يلعب يروح يلعب سله الحاله الوحداني متوحد يلعب سله طعم الفتح في الاول ليه كذا يا اخي اول ترى كان وقت طويل قاعد كذا ما فرقكم كان وشو مقطع يمكن شهرين مره في شاليه ماخذين شخصون علينا يا دوب واروح اتكي مع العيال ما امون عليهم شجول فكك او ارجع اتكي مع العيال يعني كنت اجيهم افضفض لهم والله ما ادري وش تعب مشوار امسك خط من جنوب الرياض هذا اللي تعب هذا اللي كان يزعله من جنوب الرياض انا عندي مقطع عندي ما اخذيش عليه ثلاث ايام ورا بعض اجي امسك خط من جنوب الرياض واروح صور مع مقطع كل 40 دقيقه 50 دقيقه خط مره في الشارع مره رحت العالي مره رحت مع اخوي يوم ثلاث باوبر جدك انت والله العظيم ما سوق زحمه الشوارع زحمه وكتمه يا اخي طيب خلاص ادخل سالفه قديمه هذه قبل 16 خلينا نسولف شفت يوم كنت اقول اني كنت اقول ها ادخل ديسكورد ما ادخل ديسكورد بعد ما دخلت وشبكت اقسم بالله صرت اقوم من النوم عشان ادخل ديسكورد بس تدري اذا صار في ويكند اتعال كل واحد يروح العائله يا حالتك فوق خلينا نجلس والله مالي خلق اروح العائله هي هي وحدك معك صدق نبكي كذا من واحده الظهر ما في اي شيء ما في اي هي عادي هي عادي كمل 24 ساعه 24 ساعه جالسين اعطيك ثلاث مشاريع في الديسكورد نفتح قنوات تويتش نبدا نتكلم في القهوه طبعا اي واحد بتوتش اخوان تكفون حلونا اي والله ما خلينا احنا بحال ترى انا واتبنا طيب اكيد اجل مريت علي هلا والله مرينا عليك صح ايه انا وانت ويزاك وظهر عادل معنا نتسحب بذودك حقت شيخ نايف اوه حقت شيخ نايف جامد تذكر والله اي والله العظيم في اجل سوي واجد الحمد لله تدري وقتك انت دور الشيخ نايف وش تعمل الشيخ نايف دون كنت كان يطلع معي بثوث الناس يبون سنابه تقول يا شيخ نايف سنابي خاص يا حبيبي والله كان يقول سنابي خاص الحين فلتر والله سهل ودور سناب الخير سناب الخير يا الله الحين دور ثمنيل خشوف ثمنيل ولك حرك صورتك انت شنك نزلها 7000 مره تحيه يا شيخ نايف بعد يوم ان شاء الله ان شاء الله اخر باذن الله والله ما شاء الله ما سمعت والله قفل شق لا يجي
يجي يشق الكرسي كله من الصاله ينام بالصاله. اي كذا يموت في الكنب حق الصاله. يحب الكنب حق بندر. العشر الاواخر اجي مره تروح مكه وتهتدي. انا انا ابو عبيد كان يدعمني. بالله؟ والله كنت اقول هذا مين؟ هذا يلعب فيفا، كان لاعب محترف. اي محترف. صدق عرفت كان يدعمني، قلت الله وش اللي والله يلعب اشوفه حماس يبلبث. انا ما احب فيفا ابد. كوره هناك انا هنا. يعني مسعيد يوم من الايام ترى فيفا اجي اتابعك انسى املك. والله ما احب فيفا ابد. ترى احنا نتابع شو اللي يسولف زي ابو عبير زي كذا. اما واحد بث. اي جالس كذا. طيب يا عيال خليني اقول لكم. طيب دائما المستمعين الحين ايش رايكم نرد على كل كومنت او نرد على الناس اللي فهمت شيء غلط ولا احس انه الموضوع ما ادري انا ما ادري بس انا احس انه شيء زي كذا. خلنا نبدا لكم شيء. الناس اللي يقولون اوه انتم كثير تذبون ولا يذبون على بعض كثير ما يدرون. والله ما تدري يا عزيزي المشاهد انه اذا ما في كاميرا مو ذبات اهل ذبات. هذا شيء تعودنا بدون كاميرا قلت حياه. ايه قلت حياه بدون كاميرا دب 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 دب. ترى بالكاميرا تشوفون ان دب دبتين ترى احنا ماسكين نفسنا مره والله العظيم. الاخضر حق فواز قبل التصوير جيت اعرف وطنت شعرك من الحمام. لا يا وقت دور يا وقت بس بس لا خلاص خلاص معليش. طيب في شيء زي فواز فواز يصور مقاطع من اليوتيوب حلوه مره 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 وانتم تعرفون ما تابع يوتيوب كثير. ايه اتابع وين؟ ملخصات وين؟ تيك توك. تيك توك. اه صح. فواز ماني قاعد اشوف مقاطع بالتيك توك ابدا. ماني قاعد الا اشوف حقه الدلوع دي اللي حلبوها طلعوها مع والله العظيم والله نسيب لازم 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 بكبك تمسك لازم صدق لازم عزيزي المشاهد انك توقف خلاص. ترى هي عرفتونا المقاطع فواز الحلوه دلوعي دلوعي مره مرتين اقول لكم شيء اسبوع ما عندي مشكله صار لك كم هي خلاص صدق وصل الموضوع مره ترى هو على جزئين هلا اللي مخليني مره ما عاد اقدر اتحمله جزئيه يا اخي الشخص الجديد اللي بيجي يشوف يقول وش ده صدق في ناس كذا شوف بالكومنتات صح هذا من جد كذا صارت الناس تشوفني لدرجه اللي هذا الدلوعي احا اي الشخص الجديد اللي ما يعرف فواز بياخذ النظره دي هذه هي المشكله والجزئيه الثانيه من ناحيه انه لو بروح اشوف العيال اخوياي بيتنا بالاهل صادق صادق وضع مو ده يوصل لمرحله اوفر فهذا هو الشيء اللي بس يعني يعني بس يا حبيبي بس 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 وش بعد وانت قادر تكلم وش فيه في زي مقطع الاخير ترى كان يتكلم قبل المقطع كان يفضفض يا اخي شوف الان ابيكم تفضفضون خلاص يا اخي متعود علينا نضحككم نضحككم هالمره كنت شكلك عندنا لعبه شكلك نكون حزينين ونبكي ونفضفض بالمقطع أنا موافق لأن في كلام خاطر واجد يلا قول قول بسم الله يا أخي شوف في بعض المرات نصور شوف ترى الواحد إذا جاي يصور مقطع مرة يكون فيه توب ومرة يكون فيه عادي صح فهمت؟ مستحيل نفس الطاقة كلها صح مستحيل نفس الطاقة وخاصة أن قبل رمضان كنا باليوم نصور مقطعين حرفيا كل يومين مقطع كل يومين باليوم مقطعين مقطعين توصل إلى ثلاث أحيانا ثلاث صدق مطلع فوق ساعتين يجلس يعني تخيل انك اربع ساعات لازم تعطي فل طاقه فل مدري ايش واحد عنده دوام بعد وعنده دوام الوحش صار صراب سحور ها؟ صادق ما في اكل صح ما في اكل باذن الله فمثلا مرات مثلا يعني مثلا مقطع كود دريمز نزلت مقطع كود دريمز الاخير حلو ادخل التعليقات واشوف التعليقات احا عادل ما يسكت عادل مدري ايش عادل عادل أنا قلت دقيقة تابعت المقطع مرة ثانية يا أخي ما يدرون الناس ما يدرون إن الكلام مثلا اللي قاعد أقوله على فواز والكلام اللي قاعد أقوله على للي والكلام اللي قاعد أقوله أبو عمر إنه شيء عادي إن هذا بيننا صدق عادي في مقطع من مقاطع أنا أندعس يدعسوني فواز وللي زي مقطع وشو زي مقطع فواز زي نزل حق وشو الذاكرة لا أي حق من الذاكرة صورنا إحنا الثلاثة مع بعض مقطع قبل كم؟ قبل وين قبل ندعس كل واحد خذ حقه كل واحد خذ حقه بس ما ناخذ اللقمه الكبيره انا لا لا كلنا ناخذ اللقمه الكبيره لا انا كنت في العرق وانت في المسبح مثال بنشري كان عليه حرفيا يعني المقطع كله ضحك وكله ذا حتى قريت واحد بالتعليقات ايش كاتب ليش متابعين فالكوز يعني بشكل عام قاعدين ينتقدون بشكل بالتعليقات كثير وانا عادي الواحد ينتقد وبالعكس اقسم بالله على راسي من فوق وبالعكس ان الواحد ينتقد انه يدور المصلحه بس مر اي اعلمك حاجه رب مصحف اني اقرا كل التعليقات ها الى اي يومك ذا ما اقدر الحين من سوايد خلص سبني
خلاص ما نام. لا يا اخي هي والله العظيم ما اقدر، هذا الشيء مستحيل اقدر اغيره، مش اقدر، ما اقدر. الجمهور ما احبهم كلهم والله، الجمهور انت تشوفني الحين اقصد الجمهور هو راس المال، احبه راس من فوق. احبكم في الله، واسال الله ان يجمعني معكم في جنات النعيم. الله يا رب. لكن مهما كان يا اخي اشرف خلق الله النبي عليه الصلاه والسلام ما خلوه بحال الناس. طيب خذ هذه مني، مو بس النبي، لا عليه افضل الصلاه والتسليم، الله جل في علاه. تدري ما خلوه الناس؟ سبحان والله العظيم. فمن انت؟ من انت اللي يبوني؟ يعني ما ليش عادل انت تقول كومنتات وتقول كل شيء. 2000 شخص مدحك، 17 واحد سبك سلبيه. قلت خليت 2000 الاكثر خليتهم. لا 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 هذا غلط يا اخي. ما ترى الناس مستحيل مستحيل والله انك نازل من السماء انهم كل الناس تمدحك. الله يلا مستحيل انسى انسى يا اخي. هي لان تقريبا يعني الين فتره باليوتيوب طويله يعني ما اذكر تعليق سلبي جاني، ما اذكر هي تعليق سلبي تعليق اي حتى لو كل ما تكبر يكثر الجمهور. كل ما تكبر يكثر الجمهور. هذا الشيء اللي انا ما استفهم. الرساله ما هي اي واحد يعني يبي يعلق مثلا يكتب كومنت اكتب اللي تهم كيفك يعني، بس انت ركز بصيغه الرساله تبي توصلها. تبي تنتقد قل والله السلام عليكم، في واحد اثنين ثلاثه فلان كان مسوي كذا، فلان كان مسوي كذا، انتبهوا له زي كذا. بس عدلوها. لكن الله يقلع ام القرف لك القرف، اقرفتنا يا مقرف. انا انت يعني انا ايش بسوي؟ بشوف اوه هذا كاره بعطيه اخفاء. ممكن انت مو كاره تبي بس تنتقد، بس انا ما راح اتقبل كلامك هذا اللي تجيبه بالاسلوب هذا. تبي هيك تبي القاضيه خش علي بالخاص فضفض قل والله لا ارد عليك ويرد عليك الخاص. والله اني انا الخاص اقرا اي ممكن ما الحق لكن خاص اقرا والله. لا احد نصحني ولا قال شيء. يعني مثال سويت شيء غلط بالمقطع، انت صور للي مقطع انت طلعت معاه بالمقطع وسويت شيء غلط حلو، بيجونك اثنين من الكومنتات كومنت يقول عادل بالله على المعادل بالله عادل ترى لو تسوي كذا ترى افضل. يجي واحد ثاني يكتب يا اخي عادل لا تجيبونه خرب المقطع. فهمت؟ صح. هذا علمك انه تراك اخطيت عادل عدل. صح. وهذا لا علمك انك اخطيت بس سفل فيك. لا قهر انا ما ارضى سلم ما اقدر معليش سفل فيك بالكومنت ليش؟ شكرا. ابرد شيء وش تسوي سب صح؟ حذف. حذف طبعا هي اذا ما يدرون الناس ترى يعني معليش بس واحد يكتب تقييد سلبي لك حذف. التعليقات 1800 لا والله انا ما انزل مقطع وغمض عيوني لاني ما احب والله صدق ما احب انه اقرا كذا خاصه لو احد سب ولا شيء اتعب السلبيه واكره السلبيه. انا هي ما يهمني انه اقرا بعض الكومنتات اذا انتقد لا والله اني اخليها بس واحد سب صريح موجه لا والله اني احذف والله. والناس اللي تكتب كومنتات حلوه والله اني اعطيهم قلب. اي طبعا شغله كله صح صادق واللي يدفع بالكومنتات يعني يعطي سوق. لا 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 صادق يعطي قلوب ورد عليه على طول. لازم نبدا شباب مجلس راجل. لا 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 برضه في ناس بنص المقطع احنا نسولف يلا للي تعرف للي يسوي كذا يفهي ايش يسوون بالتيك توك؟ اي صح قلهم هذه ترى اللي ما يحبون حزن اوه وانه يفكر مهموم. لا 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 ليش ما احب هذه؟ لان الناس صارت تشوف اللي للي يدور يسوي الحركات هذه عشان يسوي تصميم. عزيز لبها علي مره في بث انغثيت ايش ابو سعد يسوي حركات عشان تصممون له وربك ما ابغى وش التصميم ذا ما ابغى تصميم زي كذا. لكن انا بعادتي انا لما اقعد ترى تاكل كذا يعني التركيز كله مثلا في الجهه هذه انا قاعد كذا افكر ايش ممكن اسوي ايش بسوي ايش ذا لكن تعبير وجهي زفت بالضبط. والدليل في مقطع حق رايد حق السوالف اللي الهبت حق الكذب اللي تشاركنا فيه جالسين كذا جالس افكر انا فجاه كذا القام مصممين على اللي مصممين عليه هذا حزين وهذا مو مشارك مع الشباب. لا يا اخي مع ان ندري ان في بعضكم يعني ماخذها من باب المزح يدري يعني مو بس برضو مشكلتنا ان الواحد الجديد يجي ناظر ايش ابي ذا وش في ذا ما يعرفني يتعرف علي بالطريقه هذه ف ايش سالفه الزفت دي؟ صح يا اخي والله انا كويس والله ف حرب بالله الصبر. احنا بنسافر ان شاء الله بالعيد. الله يستر علينا وعليك. هذا من الحين قاعد يحاول ينخل. اي مالك. لا 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 ابا انت انا اطفي الكاميرا اتفاهم معك. لا حبيبي لا من الحين. ليه يا عادل؟ متى بأوروبا؟ يلي ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الرحمن عايش بلوس أنجلوس انت طول عمرك. لا 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 دقيقة تكلم ليه؟ السؤال الخيار الثاني أفضل مليون مرة. أنا أعلمك. ليش؟ أنا أعلمك. أعلم الخيار الثاني وشو؟ أنا أعلمك اليابان. ولكن اليابان
للي راح لها. نعم. أبو جورة راح. نعم. أبو عمر راح. نعم. بندر راح. العيال أغلب العيال راحوا وكل المتابعين وبالسناب شافوا أفضل الأماكن باليابان. حلو. أنا كرايد مشروع ما عمري رحت اليابان، بس إني بروح المكان للي رايح له ونصي بالعمان رايحين له. خلاص وش أصور السبات بصور ما أماكن جديد كلكم شفتوها أو أغلبكم شافوا عند بندر. أنا في شيء مميز صراحة باليابان. أنا ما راح زار بس. اليابان الفكرة. اللي أنا. هذا اعطيك والله يا اخي اليابان جامده يا اخي. انا اليابان راحوا كل العيال يا اخي. انا ودي اروح المكان اقول الله ما يجي اللي يقول اسمع المكان هذا تعالوا شوفوا هنا ترى هنا افضل لا هذا افضل يجيك ابو جاره اليابان كبيره اليابان مليانه اليابان فيها اليابان بتبكي دم ايه ما راح تاكل ولا شيء ادري اقسم بالله ايه تجي ايام ترى ما في اكل شو تسوي انزل البقاله هذه 7-11 شوكولاتات شوكولاتات ود طيب ود. إيه. لا تقول لي مطعم هندي لا تقول لي كاتسو لا تقول لي رامن كاتسو كاري طوكيو لكن رامن. لما نروح كيوتو لما نروح اوساكا لما نروح نارا ما في يا دوب تقعد تدور مطعم ما ادري وش وممكن يناسب الشاورما عندهم مستحيل اليابان تطلب شاورما عادي يا اخي واحد تركي كاردشم قاعد يقطع شاورما والله مو حلو هذا عادي يكونون احشاء لا هذا كيفك انت شاذة وانت شفت كل هذا كل هذا ترى احتمال تاكل رايد كيف شو جاي مميل يمين يا انت بتكون كل شيء صح؟ لا مو كل شيء انا ما احب خوي مع البحري صراحة لا مرات هي لا هي هو شلون اقيس الاكله؟ هذا الياباني اللي قدامي اكل ما مات اوكي باكل طيب يطلع ياكل صارور باك ايش طيب اسمه شفتني ياكل كل شيء يا اخي والله يعني اذا في سمعه وسخه ان الواحد ياكل اي شيء بالعالم فهو فواز والله اني ما اكل اي شيء الطماطم والباذنجان ما اكل ما سمع والله ما قص لا والله ما سمع والله ياكل كل شيء حتى ستاند ترى هي صد والله امزح فلذلك يقول ما شاء الله على نفسي والله انت بتذكر الله يا عيال والله صدق يا عيال ما شاء الله اذكر الله يا جماعه الخير فلذلك ترى والله ايوه بنروح الاوروبا ان شاء الله وبتروحون معنا باذن الله لا 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 هي تروحون اوروبا بتكينا بالرياض ليه؟ لان حمار ما ادري اوروبا وشي اوروبا يلا قل لي وشي ايطاليا النمسا الله ايوه سو كم عندك الله الله فرنسا لا فرنسا لا هولندا سويسرا ايوه ايه فواز بيموت عادل تدري النرويج ها بس هناك بس مع ايه بنروح هناك مع سائح هلند سائح خليك من هلند سائح يحكينا عن قصه الفايكنج الصديه اللي اهل البلد اللي اهل البلد لا لا اللي اهل البلد لا تكفى لا والله انا رحت ايطاليا وش ابو عمر بيروح عشان مباراه هذا بيحضر مباراه الانتر وكذا اللي محسومه لهم من ايطاليا يا عيال ايه الوز طيران اسمع فبروح انا بروح ليش عشان اذوق اقدم مطعم بالعالم للبيتزا والباستا الله هم رايت ترى مجنون باستا رايت انت باستا البنادق اكلها طيب بعدين بعد خلاص رجع الرياض بعد اكيد نمر لا بس اقصد وش في ايطاليا انا علمتك انا علم امس سولفت بعمر كتب عمر ركز هاي بس هي قل لهم كم المده اللي بتسافرون فيها اوروبا كم العيال العيال وبعقب عنك كلامك العيال بيسافرون 25 يوم انا رايد مشوار قلت لهم 10 ايام اسبوعين رايد انا حياك الله انا قلت 10 ايام وابي ارجع قالوا تبكت ما ابي اصور يوتيوب اجهز لي من الطائره وبسافر معكم جاء تصوير سناب فقط لا اكثر وسوينا قرارات جديده على سلبيات حق تايلاند غيرناها كلها كامله والله عندي موضوعين دقيقه الان اليابان يوم قالوا لنا نبغى نروح اليابان انا ما عندي مشكله بروح اليابان بس انا وش اللي قاهرني يقرا ام القهر توني راجع من اليابان دافع قطعة إيه؟ ليش عودت في نفس القطعة صادق وارجع اليابان صادق واشوف مكان جديد الواحد ما يضمن بكرة بكرة في المجال مع فلوس ما مع فلوس واحد مستفيد انا اقول اوروبا بس لو صوروا على اليابان اروح اليابان اي في نقطة يا سلام عليك والله ما قعدت باع ما بعني بس انه صادق يعني مع الجماعة لا لا يروحون كلهم الجماعة ترى يا اخي في ايطاليا انت تقول بتروح هناك تجرب بيتزا بس بعدين ما لا, لا 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 اسمع انا قلت اذا سافرت بطفي بضغط زر هنا وبلحق ابو عمر ابو عمر قالنا بروح ايطاليا بعدين انا علمته عندي شروط اذا رحنا ايطاليا بستاجر مرسيدس اخر موديل كشف وبيمسك خطنا لا 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 لا
نروح رحله نروح المدينه الثانيه ما ادري هي وين سويسرا ما ادري وش طيب مرسيدس كم يركب فيها واحد اربع صح اثنين ايوه احنا كم عددنا 20 20 كل اثنين بسياره خصم ريال جاي تسام غيب الفلوس لا 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 ما عندك ما تخلص خلص انا ادفع لك الفلوس يس حلو حلو بعدين الرحله من هذه لهذه قطار فهمت وجدول سيارة كبيرة كبيرة آخر موديل ومع بعض يا سؤال مهم سؤال مهم إيه ما حد يقاطع الثاني نبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة وخليك موجز في الإجابة أنت لما تسافر إيش الشيء اللي يستهويك ببدأ من عندي عشان تأخذون فكرة أنا لما سافر معلش أنا لما سافر أبغى أغذي عيني العين الوسخة دي أبغى أغذيها أو أبغى أشوف خضار طبيعة ثلج سحاب حيوان إيه وأموت في شيء اسمه اللي مثلا قصة الفايكنج لما رحنا اليابان رحنا حقة الساموراي شرح لنا كيف الساموراي بدوا ايش السيوف حقتهم الاحجام يعني ايه بيوت اليابان مثلا ليش بيوت اليابان تصرصر ليش اذا واحد دخل طز طز امان لو دخل واحد من برا تسمع صوته نايم في احد دخل بيتك ليه السقف نازل وفي نزله كذا زياده يعني يدوب تدنك عشان لو رفع السيف يبي يضرب يخبط السيف ويصير عندك يعني امان زياده سهل هذه بس اسمع قصه اسمع قصص يعني لما تصدق اي انا احب الاشياء دي انا اموت اموت بالاشياء دي فهذا جوي بالسفر اما تقول مثلا بروح الجيتشي كابانا وبروح اشتري ساعه بروح اكل باستا بروح اكل باستا بروح اكل باستا وما ادري وش لا لا انا لو في لو في مطعم لو في كودو هناك ما كملك هذا مسكها علي مسكها علي وهذا ما يسافر الا للثقبه لا هذا مسك علي باستا انا يا اخي هذا رايحين للمباراه برضي نفسي انا قلت لهم لو تزعلوني ابرضي نفسي رايحين للمباراه ماني من المباراه باكل بيتزا الله رايد انه بيتزا حلو بيتزا حلو خلاص الله حقي عرف خلينا والله متكل اربع ايام ثلاث ايام والله منطقي والله تفكير حلو بيحضر مباراه في الانفيلد ولا في الملعب دوري انجليزي مباراه واحده كذا مباراه كذا مع الجمهور صفين صف واحد مرتبين كلهم لابسين اسود ودخانة يطلع من البرد ونتابع هذا وين هذا لندن 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 ذي انجلترا بريطانيا ترى ترى اجواء هناك خارقة والله والله حتى لما تابع الكرة هناك تشوف جو قلت لهم اني بعد شيء جديد علي اني اتابع كذا ادخل ملعب جمهور كفار فهمت ودي اجرب اشوف كيف تشوف التجربة ترى والله بس يا اخي الشيء الوحيد اللي صراحة اكتشفت انه يبعث السفرة السفرة؟ السفرة ممكن متابعين ما يعجبهم كلامي المحتوى صادق بروح بجي كاميرتي ايوه بروح اصور مقاطع اليابان جدولناها 25 يوم مدري 24 يوم كل يومين واحد بيصور مقطع ابو عمر طلع اوكي اتفقنا انا اربعه انا ثلاثه اودن ثلاثه عزيز ثلاثه بندر ثلاثه ابو عمر شويها سته خلصنا ابو عمر عنده 12 عزيز عنده 8 اودن عنده 70 فلوك يعني ما سرستوا بالسفره ما يمديك تتسرس ابو عمر اي شيء تقول لي عادي عادي يا اخي عادي امشي مع الكاميرا وصور لا يا حبيبي ابغى في تايلاند مبسوط انا مبسوط سنابات وكل طلعه اناظر بعيوني تدري طول اليابان مثلا راكبين القطار بالمترو رايحين لوساكا مدري كيوتو في هناك شيء اسمه جبل فوجي جبل 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 يعني منظره رهيب غيوم حوله وكيف مدري وشو ابغى اناظر كذا ماني بقادر بسم الله طلع الكاميرا قاعد اناظر من كاميرا ذا التفت يعني من المنظر ارجع ولو صورت وانا ناظر كذا الكاميرا تقول ها حول لنا فغبنا غبنا طيب معلش معلش هذا نظام المحتوى اني ما اقدر استمتع بالسفر هذا مو منطق والله العظيم مو منطق اذا انتم ثلاثه انا صرت ايوه 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 اذا انتم تسعه تصور انت ثمانيه وراك بيصورون يعني اصور المقطعي واعطي محتوى ايه فتاه الكاميرا بتجي منه للي يلا خلص عادل لا طيب انا متى السادس طيب انا اعلمك حد غلط قاعد يقول مثال جبل فوجي طالع بالكاميرا اذا قاعد تصور في جبل فوجي 20 ساعه صوره كذا تمام دقيقه ثم نزل طالع من جبل فوجي اوه حلو ما يعني عادي طيب غير جبل فوجي غير جبل فوجي بقى اتمشى بالكاميرا داخل بدري وين كاميرا هنا جاني انزلاغ من كثر ما انا شايل الكاميرا يلا المطر طلع زي قلعه وساكه فلو قلعه وساكه موجود عندكم في قناتي خليها تحت في الديسكربشن طيب اسمع ابغى استمتع بالمناظر امطار لا استمر لا تصور لازم اصور اصور مو شو رايح انا والله قاعد تقول ما استمتعت الحين تصوير هو يقول لازم اصور لازم يطلع مصور محتوى بس ما استمتع في متعه المحتوى في متعه انك انت طب خليني اقول لكم شيء احنا ايش شغلتنا صناعه محتوى يوتيوبر صح جميل جتني اجازه اروح اشتغل صح اجازه
اذا انا بروح هناك بصور متى اخذ اجازه استجمام؟ جاوبني متى؟ تايلند جسمي يلزق من من العرق. ايوه ايوه نص نص اليوم بالمسبح، نص اليوم نايم، وين وضع الموضوع؟ هذيك حر موت سيسي ابو عمر جو. واذا بروح انا السنس اذا بروح السنابات مقطع بس يا سلام عليك مقطعين اقسم بالله معك اطلح. ايوه 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 هذا بيصوم 17 ليش 17 ليش 17 كلهم يقول كذا لازم اغطي جميع الجهات مقطع واحد يكفي. انا قبل السفره في عقود بسوي عقود. ايه لازم لازم والله لازم اقول شيء العقد شيء اشياء حلوه تصير لكم من العقود انه تنام متى ما تبي اهم شيء انه الى 11 الظهر. اي 11 الظهر صحيح فهمت مو نفسي انا انا قبل يوم سافرت معهم اخطيت خطا والله. انا نومي قليل بالسفر ما انام يعني اذا نمت 5 ساعات يوس نمت كثير فاقوم 5 الفجر والله قبل تطلع الشمس والله اقوم فيولد اطفش لا يا غبي اطفش اصحي عادل الساعه 6 يا الله اصحي لي 6:30 مستحيل يقومون كانهم منبه عندهم اذا مره قاموا بدري 10 فلذلك نسوي قرارات انه 11 الظهر هاي نتفق على قرارات يا اخي شوف ان الواحد يصور مقطع يا اخي لنا ليش اقول ايه لو السفرة قصيرة يا شيخ والله ما صور مقطع بس مثلا سفرة لليابان 25 يوم قناتي شو فيها؟ ايش راح ينزل فيها؟ غيب مقاطع صور هناك مقطعين مقطعين ايش كنت اقول ايش كنت اقول للعيال؟ اقول اذا جهزت مقاطع لل 25 يوم والله ما اشيل معي الكاميرا من اليابان يا شفتك شف يا اخي بس بنفس الوقت ترى غبنا انك إيه؟ إن انك تمشي فجاه الكاميرا بوجهك هنا بعدين هذا يصور هذا يصور يا سلام عليك حالك ما تصور ايوه ايوه انا كذا كنت اقول العيال انا كان العيال حاطين تصويت تبون السفره محتوى ولا بدون محتوى يب. انا قلت لهم بدون محتوى بس لو بيصور واحد اثنين واحد اثنين مو مشكله تصورون مقاطع محتوى انا اقعد بدون محتوى جاي دافع فلوس على الفاضي وطالع وجهك بكل مقطع وغبنا لا والله صدق طب عشان كذا اقول للعيال يصير في اتفاق ان كل واحد مقطع ولا مقطعين ايوه تعال 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 بابك الله تعال تعال سي سي يا سي سي مليون عندك سي سيات تعال وش تعال تعال غط البراند حقك قد مقطع بدون براندات اجلس طلع اجلس بنستفسر عن شيء بعدين نروح نستفسر عن شيء تصوير في السفر محتوى بدون محتوى ايوه نبغى نسافر بدون محتوى طيب الله يستر عليك يا لا لا خليني بقول لك شيء انا بقول لك لا 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 إيه؟ لا مو احسنت يا عيال يا عيال ترى ابو عمر ما جبنا طاريه الحين ما جبنا طاري ابو عمر لانه انا امس مكلمه اليوم اليوم الصباح انا مكلم ابو عمر اليوم قاعد ارمي على ابو عمر سيسي ابو عمر سيسي ابو عمر تدرون ايش قلت انا؟ ابو عمر قلت سفره بدون محتوى الا ابو عمر اسالوني ليش؟ لانه مطعم ايش معناته؟ يعني انت كذا ولا كذا بتروح مطعم؟ ما ارسل فنادق ايوه هذا عزيز هذا عزيز تسمع فما راح يضرنا هذا شيء، شيء ثاني ابو عمر احنا بنتبع كلنا لا 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 فلازم نعززهم بالتصوير انا ما اقول شيء انا اقول صح كلنا انا اقول صح بس يا عيال انا مشكلتي والله العظيم بالقطع على القناه ما ابغى اقطع القطعه طويله يا اخي 25 يوم ما نزل شيء لازم اشوف حد شهرين ثلاثه كنزل لا 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 ولا عمري قطعت شهرين ثلاثه شيء تخربط الدنيا انت يعني انت ناوي 25 كلهم 25 يوم سفره اي طبعا اذا الياباني هاي عادي طيب ايه نظره جي ما رجع فلوس السفره ولا انا ما افهم سافرت كان معي مبلغ ايه نزلت وطيت الرياض ما املك الا 1200 ريال ايه طفر طفر لا ايه عبث يرحم امه ما في عبث طفر طفر وانا ما اخذ فلوس من اهلي قسم بالله لا يا اخي وزن وزن والله وزن وش شريت انا عاد والله ما جبت شيء كثير يعني ولا لا يابان ولا اوروبا انا اوروبا 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 بيروح عاد القصر ايه والله باقي بس تكبر انت من اوروبا والله بتكبر يا والله لا اسمعي شوف باجي بتروح والله ما اروح ليه والله ما اروح والله ما اروح يا اخي ما ابغى مو بغصب والله والله لازم تروح لازم جرب جرب جربتكم عادل عادل لازم تجرب والله واكل حلو نظيف ترى تشوف ثقافه جديده وشيء والله شيء جديد قد رحت اوروبا انت؟ لا يا حرام يا قهر انا ما رحت بعد مغيب فلوس اليوتيوب يبي يتزوج يبي يتزوج فيه ده مو زواج عادل وش حكينا عن زواج هذا اللون اكيد فيه لا مش لا ما دقيتك الحين وين عمر ثور انا بتصور صور محتوى بقص وجهي كمان بعدين تعال يا يا حبيبي انت هل في اليابان قصدتك تروح مكان بس والله ضبطني ابو عمر ابو عمر ضبط ضبط ابو عمر في اليابان يقول بها يلا لا كلمت عمر يحجز لك حق السمراء يلا احجز لك عشان كذا انا اقول بالسفره ضبط ابو عمر والحيوان والحيوان يقول لا صور محتوى يا ابو عمر اكثر كله من ابو عمر كله من مدري ايش بعد السحور ولا مقطع دبه سويت ولا مقطع قلت لكم تعالوا نروح هناك قصب بس انت كنت ماسك المحتوى عشان كذا انت اللي ما تبغوه رحت لحالي
انت امير السفره صادق. مودينا مطعم قمط قمط مودينا مطعم حق السمك يبيع وشو السمك ايش كان مو متوفر. انا كلمه نزل سمك هذا متوفر. اي والله الوقت الحالي كان غير متوفر والله. زعلان 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 تاكله. هذه ذبه اللي قبل شوي ولا صدق؟ والله صدق اقسم بالله صدق. انت تاكل ذا الشيء؟ مو هذا شيء ثاني كان. طيب اسمه موضوع السفره نقول خلاص نكتفي باذن الله. بيشوفون ان كان محتوى صورنا لكم وان كان سنابات بتشوفون سنابي تحت. خلنا ناخذ سبعه عشان تجيني السوالف. طيب يا عيال لو ما صرت تخيلوا ايوه في سؤال سالوني عيال مجلس رايد الحلقه الاولى مثله انه لو ما صرت يوتيوبر انت وشو؟ صح؟ وش انت؟ انت مو يوتيوبر انت وشو؟ انت قلت تخصصك تقول ولا لا؟ بعيد عن تخصص تصير مدرس يعني. انا وش؟ اي مدرس والله اضحك ضحك والله ما يصلح مدرس. اتوقع انت حطيته في البث ولا لا؟ البث حطيته؟ حق تخرج؟ انا جاء الترم الاخير تطبيق عرفت لازم اطبق على الطلاب اروح مدرسه بس وش فيه؟ كروانة ما نقدر نطلع كان وقتها فيه الجائحه. حلو ما نقدر نطلع ندرس طلاب. وش قال الدكتور؟ قال اسمع عندك كاميرا في البيت؟ قلت ايه. قال حلو شغلها لمده 5 دقائق عطني اشرح لي الايمان اشرح لي التوحيد اشرح لي المهم قال قدامك 5 دقائق اشرح فيها بايجاز المواضيع اللي اعطيتك اياها. فواقف شغلت الكاميرا حاط الاضاءه مضبط الليله طب اسمع ايه واشرح واسوي عصف ذهني مع طلاب وهميين. السلام عليكم حياكم الله يا طلاب. اليوم عندنا درس عن التوحيد. التوحيد يا اخوان هو توحيد توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه. محمد اشرح لي توحيد الربوبيه. جميل ما اقول غلط لا اقول جميل عصف ذهني. طيب عبد الله احسنت لا 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 باذن الله راح اعطيك درجه وانت راح اعطيك درجه انك حاولت. كذا اوكي اشرح لهم كامل اطلبها مني مرتين ويعطيني اي بلس ما شاء الله. وسويت انا رحت البيت شغلت البيت ما صار مدرس متوتر شغلت المقطع حقي في لقطه من التوتر قاعد يقول في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله عليه كان شبكت الليله كلها استغفر الله ما بدك تسوي كت 5 دقائق اشرح فيها وانت كويس بتكتكت بس صح. والله ممتاز. وليش ما صرت مدرس؟ والله شوف اكون معك صادق ايوه بوقت كذا يعني بالمستوى الخامس الرابع كذا بديت امشي في اليوتيوب دخلت طالب وكذا وفي دراسه انا حاط ببالي مدرس راتبي حلو ان شاء الله ادخل حكوميه يا هي حبه بديت اركز على المحتوى اركز على صناعه المحتوى. ايش سويت غلطه يعني ممكن لو يرجع بالوقت واسويها ممكن انا ما انجح ممكن اروح اتورط وتروح علي فرصه التدريس ولك اقوى مو اقوى من غلطتي والله. ايوه فقلت يلا ركز الحمد لله تيسير من رب العالمين وتوافيق ودعاوى الوالدين ودعم الحبايب والاخوان الله يعطيهم العافيه ما قصروا ودافعين الحمد لله. اكتشفت اني انا في المجال هذا اللي انا فيه يعطيني اني اقدر اشتغل فيه وشيء انا احبه الحمد لله وقاعد استفيد منه يعني من الناحيه الماديه لو قلنا. ركزت على هذا الجهة حلو معي وثيقتي الحمد لله. والله بس اقول لك شيء والله قصه حلوه اي والله فعلا بس انا ترى متحمس لقصتك انا ما في شيء لا في شيء هذا طيب انا اتخذت قرار هي ازحف قرار بالعالم وش ازحف قرار بالعالم اول حاجه انا يمكن قصه كان عندي اللي هو نوبه الهلع هذه درجات زير كلف طيب دي واحدة دي ثنتين والباقي كله اف زي الخرا وقاعد احاول اعدل ثم يوم بدا الوضع يضبط ما ادري ايش قاعد تمشي باليوتيوب امشي باليوتيوب يعني كم عندي؟ انت يوم مشي باليوتيوب كم عندك؟ 300 اتوقع 300 انا كم عندي؟ 60 انا مشيت باليوتيوب كنت رايح المحاضرة ومتاخر على المحاضرة وقفت بالسيارة كذا المحاضرة طبعا اذا غبت عن المحاضرة حرمان انحرم واحط السيارة اوقف زي كذا وامشي بالطريق والناس تركض الطلاب يركضون وانا اركض معهم قلت دقيقه ليش قاعد اركض انا؟ خرع على ام الجامع خرع اقسم برب والله العظيم ايش سويت؟ دورت واضحك وقاعد امشي
انا بقعتها، انا بقعتها قاعد اضحك وامشي ضايع السياره راجع واروح امر لي اخذ لي فطور ما ادري وش وعافي وارجع هذا. رحت كلمت ابوي، السلام عليك كيف حالك يبا؟ انا قررت احذف ترم. طبعا قلت لابوي اني بحذف ترم وما ادري ايش ارجع الدراسه، الحين ما رجعت. وهي شوف الزحف الثاني الحين انا بعلمه اني بايش بحذف ترم. الزحف الثاني ايش بقول له؟ بنقل الرياض. يوه والله اني انكره. هي اذكر كنت اسولف مع فواز، شوف لابوي وش اسوي وما ادري ايش، واخش عنده السلام عليك كيف حالك يبا ما ادري ايش، اسمع انا بحذف ترم. ليه ما ادري ايش زي كذا؟ أبركز على اليوتيوب ترم واحد واشوف الوضع اذا ضبط ما ادري ايش ابكمل. طبعا ابوي ما يقول شيء، ما اي متفهم اي وداعم الموضوع ما ادري ايش زي كذا. قال لي خلاص تمام. قلت طب اسمع وخلصنا انا بنقل الرياض. يا فهمت اللي يحس ان لا ما تقبل الموضوع ما ادري ايش كذا. بعدها بكم يوم وانا جالس كذا معه كذا بجز زي كذا، اختي الصغيره تسولف ما ادري ايش، قال لا تروحين تكملين الدراسة، هي بأول ابتدائي، تروحين تكملين الدراسة مع عادل بالرياض؟ دقيقة وافقوا يعني روح الرياض؟ قال لي وافق بس يعني شوف لك جامعة هناك ومدري ايش، وقدمت على الجامعات هنا بالرياض ما انقبلت. من دون نفسي مقدم انا وياه. كلها هذه الجامعة هذه يقبلون. حطيت كل شيء ما انقبلت يا شيخ عافي. الحمد لله هي رزق والله هي مكتوب لك. وممكن هذا القرار يعدمني اعدام. ممكن. صح. ترى بس هو قاعد يقول لك لانه من الناس، في ناس كثير تلقى سوى نفس حركته عاد الحمد لله كان من الناس، وانا وفواز كنا من الناس اللي وفقنا ربي سبحان الله. عرفت لك في غيرنا تلقاهم الحين يقول تراس تراس والله قبل وش كنت تكون؟ طيب انا وش كنت كموظف يعني؟ درست هندسه ميكانيكيه ما شاء الله، كملت مدري وش زي كذا ما شاء الله. كل افضل لا بس قصدك طموح انت يعني بكره بس ما في هذا اثرت عليك شو اسمه الهلع. اي يب اخذت هندسه ميكانيكيه ما عجبني كنت بصير محاسب. اي ترى شاطر فجاه مسكت معي بصير محاسب حق شركات. لا مو لا يا حبيبي مشكله محاسب حرام عليك يا الله حرام عليك غدا اي محاسب كذا حق شركات وكم الارباح وكم دخلهم واسوي لهم جدول كذا كنت ابغى زي كذا بعدين كسرت كل شيء. استاذ فواز لا انت الان بعدين انا قلت المجلس رائد الجمهور دره طيب. لا شوف احنا بالبخاري بعلمك بس انت كنت جنب بخاري اليوم السحور بخاري والله والله بخاري ايش رايك بالبخاري يا فواز؟ طحت لك بخاري مجنون وشو يا عيال تكفون والله جوا والله جامد 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 ما يقفل الا قبل اذان بدقيقه نبي شوايه ونبي مضبي هذا اللي فحم فحم اللبن وش عنده اللبن؟ في لبن مسموك طيب اسلم طيب انا وضعي على ما انا عليه ترى لازلت يعني اذا ما تدرون انا لازلت موظف على اي تي يعني لو ما الله وفقني ترى باليوتيوب قبل 3 اشهر يعني لو ما هذا ترى انا مستمر بالمسار الوظيفي وماخذ شهادات احترافيه وكذا طبعا انا حاليا متمسك هنا والحمد لله اي وبعد يتنفتح بوجهي الحمد لله باليوتيوب فالحين ها لسه ها يعني ترى بيتك الوظيفه بيتك الوظيفه انا ودي اكيد ان الوضع انك تشتغل نفسك افضل لك بألف مره صح إيه؟ بس هذا ترى هو شوف الريسك خطر الريسك السبق وقلت لك وشرحت لك متى راح اقرر اني راح اترك يب في ليمت معين وصلت لا اعطيك الوظيفه السلام عليكم يعطيكم العافيه واللي برضه يخليني اجرب في الموضوع الحمد لله يعني لسه عمري صغير والمجال اللي انا فيه اللي هو مجال اي تي وبرمجيات حاسب الي اقدر ارجع نفسي يعني بعد سنتين يعني مو زي مثلا خلينا نقول محاسبه ولا اصول دين ولا يعني خلاص انت شهادتك الجامعيه هي اللي تمشيك لا انا لو خلاص خلصت ومشيت اقدر اجيب شهادات احترافيه ترجعني للمجال فبرضه ما استعديت اني اخذ الريسك العالي اللي خليني اترك الدوام الان فماشي بالثنتين هنا وهنا الدوام من كم لكم؟ الدوام طبعا الحمد لله الدوام مرن شوي فثمان ساعات هو يعني من 9 الى 5 بكره عندك دوام؟ بكره للاسف عندي دوام بتسحب بروح اقعد الله يوفقك بس اير بي سي ترى حلو يا اخي يا اخي تشوفون الثلاث المهرجين دول كل يوم يضحكونا مهندس مبرمج دين مدرس دين ترى عندنا شيء يا اخي بس ترى الابتسامه لكم عزيزي المشاهد والحزن لنا لحالنا ابكوا يا جماعه ايه ترى في حاجه بعد ترى ما يدرون يعني وش هي؟ انت اذا بديت المقطع تعطي فل طاقه بس ترى احيانا تقابل لي برا كذا امشي صادق اوه مقطع عادل امس مقطع عادل امس طالع انا كذا تعبان وما في وقت ما في وقت على السحور يسالون ايش فيك تعبان وش فيك تصبر خليني ابدا المقطع بدا المقطع بدينا ايه تشتغل تشتغل لا قفل المقطع كذا هذا صار يا المقطع حق المافيا اللي صورناه جيت انت
ايش فيك انت يا اخي؟ يا علم عليكم ايش فيك انت؟ انا ذيك شيء ما في شيء يا عيال. كم نفس انا نايم لسه خلاص انا بنوم وراي دوام بالرسم لارك خلاص خلاص انا لسه الكاميرا تشغل الكاميرا عندي بس انا ممكن اول مقطع والله ممكن صار فاجئ لكم إيه؟ اول مقطع بقناتي اصوره وانا صفر طاقه الان المقطع هذا والله ماني بكامل ماني بكامل طاقتي اصلا اتوقع انه واضح اي تعبان واضح اني تعبان خلني ها شوف حرارتك ابصف السكر ورب الكعبة والله ايه اجل هذه علومكم يا عيال طيب يا عيال مع اني انا موظف الان فانتم عارفين كلكم يعني وش انا موظف فيه كاي تي مطور ابغى اعرف يا عيال انت وش كنت موظف فيه وانت ايش موظف فيه وانت ايش موظف فيه انا مجلس رائدي راح تكلمت عن 13 وظيفه توظف فيها والله اي والله عطنا اهم مثال يعني مفروشات انا اصنع مفروشات مساجد لا 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 شيل توظفت بكيابل اسوي كيابل وزي كذا توظفت بشركه زين وسوي شرايح يعني توظفت وايد كاشير كاستمر سيرفيس كثير كثير مره انتم تقولون اسوي منك انا 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 توظفت وظيفه واحده انا بعد الثانوي قال الوالد السلام عليكم جامعه خذك وظيفه من 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 قد لك اي وظيفه قدامك وراح ادور جارنا من جارنا هو عنده نسبة أو يملك الظاهر في هزاز هزاز حبيب الأمهات أيوة هذا أبو خمسة أبو خمسة أيوة لوحدة بنفسجية وأصفر أيوة كنت أروح أشتغل عندهم كاتب لي 8 ساعات 2000 ريال يا ابن الناس نرفع نزل وكنت أتمك طيب وش موظف خليك عند الطاولة هذه أحسبني مدير كبير قال أي واحد يجيك بركب حجار يبي يسوي استرجاع استرجع له طيب قلت لي مدري قاعد يجي الولد الصغير يجيني مع سيارة ركب حجار خذ واحد بيسترجع أرجع ما أدري إيش بس حظيم كنت إيه كنت يعرفك أنا توري يدري والله معلومة ذي قد قالها زمان قد كنت أقعد واقف كذا أذر وأصلي أرجع ما في أي جدول ممكن أقدر أسويه فقعدت في الوظيفة لين تقريبا ما طولت فيها كنت مرات أجي أقول والله زحفين الشباب اللي هناك فلينا ما أدري وش وده يلا عاد انا ماشي امشي الله يوفق اجي اليوم الثاني او نهايه الشهر اناظر يوريني انت طلعت الساعه الفلانيه طالع الساعه الفلانيه طالع الساعه الفلانيه خاصمين ال2000 كم صارت 1100 والله كان يعطيني اني اوكي روح الله يوفق لا غدر غدر هذا غدر بعدين تركت الوظيفه كم كم جلست فيها الوظيفه اللي زي كذا ما طولت الوظيفه اللي زي كذا ان يعني طول وقتك جالس كذا طفش انا عادي جدا توظف وظيفه اشتغل ايوه ولا اجلس كذا صادق الوظيفه اللي فيها حركه وفيها كرف ترى تمشي الوقت احسن وانت تستانس اما الوظيفه اللي تجلس فيها بس ساكت طول الوقت اذا انت مو تشغل الجوال او انه رايح تسوير زي كذا ترى ملل الوقت ما يمشي طفش توسوس ما تطول تمل مصيبه يب اكثر عدو الانسان الفراغ نعم هذا عدو كبير انا كنت اشتغل بمرسول حلو ايه كنت اشتغل بمرسول عادي اطلع من متى ثانوي ولا جامعه والله ما ادري كنت اوصل طلبات اوه على طالب مرسول ترى اتوقع مرسول فيه كودو صح ايوه يا سلام الوجبه المثلثه يا جماعه الخير هذه لا تفوتكم كودو لا تفوت ولا بين اي كنت اوصل طلبات كودو والله يا سلام كنت اوصل طلبات طبعا جبين صغيره ترى جبين مو كبيره صغيره اروح اودي وما ادري ايش وكذا قريب من بعض مش هو اخذ انا 20-25 ريال كنت استانس كنت احب اذا احد طلب من مطعم شاورما واحد مطعم شاورما معين احب اطلب منه ليه؟ لان يعطونك فاتوره انا عندي فواتير قبل فواتير الطلبات حقت الناس ورا اقدر ادخل تطبيق ما ادري ايش واحط كود يعطوني وجبه مجانا فكنا لازم نتفاهم كنت اوصل واجي زي كذا اقول دقيقه عندي كود اقول المطعم احط الكود يقول اوكي هذه وجبه مجانا خذها بس الوسخ المطعم مش يحط الفاتوره فلما اصور للعميل يقول انا ما طلبت الطلب قلت له طلبت بالغلط وكنسلت معلش اسف وقعد بس بس ترى ما سرقت حق احد يعني ولا شيء هذا مجانا حاطين المطعم فكنت امشي واكل امشي واكل امشي واكل اي شيء قدامي اي احط واكل 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 هذا كان افضل يعني ايه كان هذا متعتي بالتوصيل في وظيفه ثانيه توظفت شو اسمه محاسب عمي لا
تو عكس عمي الله يطول العافيه عنده شركه حلو ما شاء الله. جاني كذا اللي قلت توظف يعني وكذا ما ادري ايش ولا لا خلاص. قال احطك محاسب. مو محاسب، انا مساعد المحاسب يعني. حلو. اراجع اوراق وراجع فواتير. يقول لي سوي كذا، راجع كل فواتير السنه واقعد اركز واشوف نفس الطلبات نفس كل شيء. اشتغلت معهم تقريبا سنه كامله. كم راتب؟ كم كان راتبي؟ اي طبعا اول شيء اشتغلت بارت تايم يعني كان نص الوقت اللي كان عندي جامعه. بعدين اشتغلت اتوقع كان ثلاثه. طبعا ما عمري استلمت راتبي كامل. ليه؟ اجي متاخر. يا سلام. هي والله اجي متاخر اقسم بالله. طيب عمك المفروض يمشيلك يعني. لا هي شركه لازم على شركه ولا وشغل. بس كان يعني ايام اسطوريه والله. تشتغل كذا بشركه وذا يعني مش شركه مو مره كبيره بس شركه وكذا وناس تعرف على ناس ولو سمحت ابغى اجازه رسميه وما ادري ايش تزيد علي. بصراحه كانت اسطوريه والله يعني. هذه الوظيفتين يعني الوحيده اللي اشتغلت فيها. فواز انت نفس وظيفتك يعني؟ انا الحمد لله من تخصصي هو نفس علمك. ما شاء الله. اسال الله العلي العظيم ان يوفقكم يا عيال. اتذكر مره؟ لا ان شاء الله يغير علينا ان شاء الله. اي الله الله يوفقك للافضل. اي ان شاء الله من نجاح لنجاح ومن افضل لافضل ان شاء الله يا رب. اتذكر كنت اوصل. انا بدأت تعب يطغى علي والله بديت خلاص. اسمع مره اتذكر كنت رايح اوصل ناس من تطبيق توصيل ذا. المهم جاني طلب، انا كنت في جنوب الرياض، جاني طلب وين؟ الشمال. وجيني طلب وروح امر ناس ويركبون معي زحمه خنق السياره يدوب ومدري وشو. ابغى اجمع لي كم ريال، كان عيد اضحى اليوم الثاني الظاهر، ابغى اجمع فلوس شوارع فاضيه. اركب وين نبغى؟ ودنا زيت الزعتر. زيت الزعتر وناظر كم الظاهر، ما ادري كم 30 ريال 40 ما ادري كم كان الفلوس بالضبط يعني ما اذكر. المهم يركبون وسوالف وازعاج واغاني ما ادري شلون. اوكي شوي بينفجر عرفت؟ اوقف وانزلهم حساب. ناظر تم الدفع عن طريق كوبون. اوه اسمع خذ هذه انا بجمع كم ريال ابغى امسك من العيد. وقاب والله ما اكمل، وامسك خط من الشمال لين الرياض لين الجنوب الرياض. وامسك ماشي 120 شارع مين؟ طيب يلا صدق الكمون يلا. اخذت فلوس ورجعت مديون. هذا اكثر شيء يرفع ضغطي اقسم بالله. تدري ايش يقول لك؟ هي انت تقبل الطلب، فتجيك رساله من التطبيق يقول لك اذا لغيت الطلب عشان مستخدم كوبون خصم راح نوقف حسابك. وانت تقول يا ام القهر راح توصل زي الكلب. عشان كذا في بعض كذا بعد السواقين يكون متنفس. اي لان في كوبون. بس والله ايه بس يعوضونك طبعا. اي تطبيق يعطونه صدق، هو يعطونه بس هو احيانا يبغى كاش الحين. يبغى الحين. يب 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 يا حبيبيني الله يعطيكم العافيه. يا حبيبي الله يعافيك ان شاء الله باذن الله ان الحلقه الثانيه تجون مع الشباب وكم كامل طاقتي عشان اقدر احجلكم صح السوالف اللي ما قلتها الحين. ان شاء الله انكم استمتعتوا بعد انتم. الله يسعدكم ان شاء الله ولا نقول لكم وداعا. الى اللقاء في مجلس رائد اخر. مع السلامه. انا عندي مقطع جاهز. خلنا بقول لكم انا عندي مقطع جاهز غير هذا. عندي مقطع ممكن اذا انا عندي عمليه بسويها ان شاء الله بسيطه جدا. ان شاء الله يبعد قلبي. اذا تاخرت يمكن اقطع اسبوع فالعذر من الله ثم منكم. وادعوا له اي والله دعواتكم. مع السلامه يبعد قلبي وروحي واحبكم مره. السلام عليكم.